ستي انا عايز البنطلون والتيشيرت بتاعي. ايه في وسط الكلام؟ 5 4 3 2 1. الكاميرا الخفية أو ما عرفت ببرامج المقالب، وهي نوعية البرامج التي تضيف المرح والترفيه حيث يقبل عليها الجمهور من كل عام، وخاصة في شهر رمضان. ظهرت برامج الكاميرا الخفية في الغرب منذ أعوام طويلة، ثم ظهرت تلك البرامج في مصر عام 1983 ليكون رائدها هو الفنان الراحل فؤاد المهندس، لينضم إليه الفنان إسماعيل يسري. ليأتي الفنان إبراهيم نصر بالشخصيات المختلفة، فمن منا لا يعرف زكية زكريا وغيرها من الشخصيات النسائية والذكورية التي برع في تقديمها، كما برع الراحل حسين الإمام في تلك النوعية من البرامج، حيث كان برنامجه من أوائل برامج المقالب التي اعتمدت على الفنانين كضيوف لها. لتتوالى البرامج التي برع بل تألق فيها الفنانون، مثل برنامج اديني عقلك ومن غير زعل وفوقش في المعسكر وهبوط اضطراري هذا العام. أما أكثر برامج المقالب والتي أثارت جدلاً في الفترة الأخيرة، فالبعض انتقدها والبعض الآخر كان من أشد المعجبين بها، وهي برامج الفنان رامز جلال. بدأ رامز جلال برامج المقالب برامز قلب الأسد في عام 2011، ورامز ثعلب الصحراء، ورامز عنخامون، ورامز قرش البحر، لتنتهي برامز واكل الجو هذا العام. تتفق أو تختلف مع نوعية تلك البرامج، ولكنها نجحت بجدارة أن تفرض نفسها على الساحة التلفزيونية. خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك.